إلى ميس الحربي. مرحبا بك ميس. خبر تم تداوله بشكل كبير ومزيد من التفاصيل معك. حسين، مثل ما ذكرت قبل شوي بالخبر أن فعلا القوات المشتركة كشفت عن عملية نوعية. هذه العملية أسقطت عصابة تهرب السلاح الإيراني لليمن عبر مسارات بحرية مختلفة. هذه العملية التي أزيح الستار عنها اليوم تمت قبل أكثر من 3 أشهر في منطقة جنوب البحر الأحمر قبالة باب المندب. القوات المشتركة اعترضت حينها شبكة تهريب الأسلحة للحوثي على متن زورق محمل بالأسلحة عند المدخل الشمالي لمضيق باب المندب. بعد القبض على أفراد الخلية اعترف المقبوض عليهم بأنهم مرتبطون بقيادات حوثية في محافظة الحديدة ويعملون ضمن شبكة تهريب إيرانية، وتم تدريبهم على تهريب السلاح منذ العام 2015. وفق اعترافات من قبض عليهم فإن قادة الميليشيات هربوا لإيران في الطائرة التي سهلت الأمم المتحدة نقل جرحى الميليشيات على متنها عام 2018. الاعترافات وثقت من الأشخاص المقبوض عليهم أنه عند وصولهم لإيران يتبادلون مع الإيرانيين الصناديق الفارقة ويستبدلونها بالمحملة بالسلاح، ومنها ما يتم أيضا تنفيذه في بحر عمان. حسين، طيب كيف تصل هذه الأسلحة من إيران إلى اليمن؟ الطرق المتبعة يا ميس. حسين، هذه الشبكة انتهجت في التهريب مسارين رئيسيين. الأول يربط بين ميناء بدر عباس الإيراني وشواطئ المهرة جنوب شرق اليمن، حيث كانت تتولى شبكة مهربين محلية بإشراف عناصر حوثية مواصلة تهريب شحنات الأسلحة من المهرة برا عبر صحاري المهرة حضرموت الجوف وإيصالها إلى الميليشيات في صعدة. أما بالحديث عن المسار الثاني يتم عبر الصومال وجيبوتي، واستخدمت فيها زوارق بممرر نقل أسماك للتمويه. وفق اعترافات من نشاهد صورهم الآن على الشاشة، هذه الأسلحة وفق التحقيقات تنقل إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة. اعترافات أفراد الخلية الموثقة لدينا بالصوت والصورة تشرح أنهم موزعين على عدة مناطق تحت إشراف من ينتحل رتبة لواء المطلوب حتى الآن محمد الطالبي المكنى أبو جعفر. فلنشاهد الأربعة الذين قبض عليهم من الخلية التي تتكون من 9 أشخاص، ونتابع أيضا هوياتهم. نتابع. طيب ميس، تحدثي بأن هذه الخلية وعناصرها تدربوا في إيران، كيف دخل هؤلاء إلى إيران؟ حسين، وفقا لاعترافات الخلية تم نقل بعضهم بعد الدورات التدريبية من الحديدة إلى صنعاء ثم إخراجهم من صنعاء كمرافقين لجرحى الحوثيين الذين انتقلوا عام 2018 إلى محطة ثانية خارج اليمن، ومنها نقلوا إلى طهران حيث دربهم الحرس الثوري على كافة الإجراءات التقنية واللوجستية لتهريب الأسلحة. تحدثت مع مصادر عسكرية بهذا الملف، أكدت أن القبض على هذه الخلية دليل داعم لاستمرار إيران في تبني السياسة التخريبية في المنطقة من خلال تمويل أذرعها، ما يؤكد على استمرارها كسر قرار الحظر الدولي والأممي لإيصال الأسلحة للميليشيات. هذا التحقيق ليس مفاجئا الآن، فعلى مدار 6 سنوات
كشفت تقارير أن الميليشيات تزود بالصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع والمسيرات والتي يطلقها الحوثيون على مدن اليمنيين وعلى أيضا الجيران. فهل الحقائق والاعترافات الجديدة تحرك ما أوردته التقارير الأممية على مدار 6 سنوات ويتم تحرك دولي فعال لوقف إيران عن تمويلها للميليشيات وتهريبها السلاح إلى اليمن؟ شكرا جزيلا لك ميس الحربي على كل هذه التفاصيل التي